يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. أما هلا رح نبدا باولى فقراتنا لليوم، رح نتطرق فيها لمفهوم اكيد حكينا فيه مسبقا لكن دائما فيه ما هو مستجد، صعوبات التعلم، الفرق بينه وبين بطء التعلم او التاخر الدراسي، شو اسبابه وشو خصائص الطلبه ذوي صعوبات التعلم، امور كثير رح نتعرف عليها مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستديو يارا احمد، مسؤوله قسم صعوبات التعلم بجمعية شمعة أمل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح كيفك النور. اليوم؟ رواق. خلينا على طول رواق. أكيد. يارا، كثير بالآونة الأخيرة صرنا نضوي على موضوع صعوبات التعلم ضمن صباحنا غير، وحتى ضمن على السوشيال ميديا اليوم، يعني هي من الحالات اللي صارت جدا شائعة وكثير مهم اليوم التوعية لإلها، يعني خاصة بالسنوات الأولى للحالة. بداية علميا اليوم ونفسيا خلينا نعرف بصعوبات التعلم. تمام. هلا صعوبات التعلم، او خلينا نقول عن خصص الاطفال اللي عندهم صعوبات بالتعلم، هن بيعانوا من تدني في مستوى التحصيل الاكاديمي، يعني نحن بنلاقيهم هن غير اقرانه. هلا الطفل بشكل عام ضمن مسيرته الاكاديميه نحن بنلاقي انه هو في سيستم معين درجاته بتكون متقاربه، اما الاطفال اللي عندهم صعوبات بالتعلم بنلاقي انه هن عندهم تدني كبير بينه وبين اقرانهم، وهذا الشيء سببه خلل في الجهاز العصبي المركزي، لانه فيها نحن عندنا تشابكات العصبيه، فيها مشاكل بنقل السيادة العصبيه، هذا الشيء سببه لهلا لسه ما هو معروف، لكن نحن السبب الرئيسي هو خلل في الجهاز العصبي المركزي لا يتم معرفته من خلال تشخيصات الدكاتره. اذا رحنا لعند دكتور عصبيه هو غير قادر على تشخيص هاي المشكله، هو بيفحص الطفل، بنفحص الفيتامينات والمعادن، بنفحص، بنعمل تخطيط للاعصاب، بنعمل تخطيط للدماغ، الدماغ بيكون عندنا سليم، تخطيط الاعصاب بيكون سليم، لكن هذا الشيء بيكون نحن بيتم تشخيصه من قبل الاخصائيين بهذا المجال. يعني سريريا اليوم نحن ما قادرين نوصف الحاله عن طريق طبيب. لا. نحن اخصائيين مسؤولين عن هذا الموضوع، نحن قادرين نشخص الحاله من خلال تقييمات معينه، من خلال تشخيصات معينه، لكن نحن هذا الشيء طبعا صعوبات التعلم اذا بدنا نحن نشخص الطفل ما بيكون راجع ابدا طفل عنده مشاكل نفسيه، ما بيكون الطفل ابدا عنده اعاقات سمعيه، اعاقات بصريه، ما بيكون هذا الطفل عنده اي مشكله حركيه ما بتعيقه عن عمليه التعلم، لانه الاطفال اللي عندهم صعوبات بالتعلم بيكون عندهم صعوبه وتحديات بمسيرته التعليميه، فنحن الطفل ما بيكون عاني من ابدا من هدول المشاكل، نحن هون بنعمل فحص، بنعمل تشخيصات معينه لحتى نكشف اذا الطفل عنده صعوبات بالتعلم او لا. صعوبات التعلم هي بتكون ما بتكون بكل المشاكل، يعني بكل المواد التعليميه. هلا نحن بنعرف انه العمليات الاساسيه اللي بتساعد على عمليه التعلم هي الادراك، الانتباه، التركيز، حل مشكلات، تكوين مفهوم، قراءة، كتابة، حسابية. فهدول كلياتهم هدول الأساسيات اللي بتساعدنا عملية التعلم. الطفل اللي عنده صعوبات بالتعلم هو بيكون عنده مشكلة بواحدة أو أكثر من عمليات التعلم، أما الأطفال الثانيين اللي بيكون عندهم مشاكل مثلا بجميع عمليات التعلم هون لا، صار تشخيصه ثاني، هذا الطفل ما له صعوبات بالتعلم، وهذا الشيء عم يصير عندنا خطأ بالتشخيص بهدول الأساس. هلا نحن وقت اللي بيجوا عندنا الأهالي بالمرحلة الأولى، ابني عنده صعوبات بالتعلم، ابني عنده فرط نشاط، ابني عنده توحد، هني عم يخطئوا بالتشخيص والتقييم. فنحن اول شيء بس بدي نبه على فكره انه نحن مفهوم صعوبات التعلم كثير بده، حتى نطلق على الطفل انه عنده صعوبات بالتعلم هذا كثير بده شغل، كثير بده تشخيص، كثير نحن بدنا نكون دقيقين بهي العباره بالتحديد. فانا وقت اللي بيجون عندي اهل نحن ابدا ما بنفضل هذا الموضوع، بنفضل نحن نسمع من الاهل بدراسه الحاله شو السمات الاساسيه الموجوده عند الطفل، بعدين هذا الشيء نحن بنحول على المسؤول، الناس المسؤولين عن تقييم وتشخيص الحاله لحتى نشخص انه هذا الطفل عنده صعوبه بالتعلم او لا. يارا ذكرتي انه الاسباب لسه ما أنا محدده، ممكن كيف تكون؟ ممكن انه تكون لها عامل وراثي مثلا، يكون في حدا بالعائله او تمام. هلا السبب الاساسي صعوبات التعلم لحد هلا هي ما أنا معروفه. هلا صعوبات التعلم، التوحد، الاعاقات العقليه الى اخره، هن لهلا الاسباب ما أنا معروفه، لكن نحن بدراسه الحاله عم نحاول نعمل احصائيات لحتى نحاول نحدد شو السبب اللي صاير مع الام او مع الطفل لحتى صاير معه هذا الشيء. موضوع الوراثه نحن كثير بنسال بهذا الموضوع بدراسه الحاله، نحن في مرحله جمع البيانات، جمع البيانات نحن بدنا نحاول نسال الام مثلا في عندكم حالات مشابهه بالعائله، هل
هل في زواج أقارب، هل هدول الموضوع نحن دائما نركز عليهم بموضوع دراسة الحالة. تمام. فمن من أهم الأسباب أول شيء نحن مركز على موضوع الوراثة. ننتقل للأسباب الثانية هي لتعرض الأم أثناء فترة الحمل. تمام. لمجموعة من مثلا من المشاكل، منها إن كانت مشاكل نفسية، ولأن نحن دائما نركز على هذا الموضوع، الأم خلال فترة الحمل لازم تكون نفسيتها مرتاحة، لازم تكون هي الأم أبدا ما عندها ضغوطات، أبدا ما عندها تحديات. النقطة الثانية إذا كانت الأم عم تتعاطى أدوية الحمل الخاصة بهذا الموضوع مثل الأسيد فوليك، مثل الكالسيوم وإلى آخره، أو إذا تعاطت أدوية ما موصف فيها الدكتور مثل أدوية الالتهاب وإلى آخره ممكن تأثر على الجنين. إذا تعرضت الأم لحمى، ارتفاع بدرجات الحرارة، إذا تعرضت إلى ضربة، إذا تعرضت إلى صدمة نفسية إلى آخره، مجموعة من الأسئلة بتنطرح على الأم. تمام. لحتى نعرف هي إذا أثرت عليها فترة الحمل. ممكن إذا كمان تعرضت إلى تسمم خلال فترة الحمل كمان هذا الموضوع بيأثر. بفترة الولادة كمان إحنا بدنا نسأل عن هذا الموضوع، إذا صار في عنا مشاكل بفترة الولادة يعني بالولادة بشكل عام. ممكن تكون مثلا التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين طول فترة المخاض، كمان عندنا مثلا ممكن طفل يتعرض ل مثلا خلع اثناء الولادة، هذا الموضوع كمان بيعمل له مشاكل ثانية طبعا غير صعوبات التعلم، بس احنا دائما بفترة الولادة نحن بنركز على هذا الموضوع، لأنه احيانا الطفل مثلا وقت اللي بيولد بيكون بتسمعه كثير انه الطفل خلق مزرق ما صرخ صرخه الصرخه الاولى. فنحن هون الطفل هل نحط بحاضنه ما نحط بحاضنه، كمان هذول الاسئله كثير بتاثر على بتاكدنا او بتساعدنا على تشخيص الحاله. ممكن الطفل كمان هون يصير عنده نقص بالاكسجه، كمان هذا الموضوع بياثر. بعد ما الطفل بعد الولاده ممكن بس الطفل بلش ينمو يصير عندنا مشاكل مثل الصدمات النفسية اللي ممكن يتعرض لها الطفل، ممكن الطفل يكون عنده مشاكل كمان خلينا نقول تعرض إلى ضربة على الرأس، كمان هي من المواضيع اللي بتأثر وكتير إجاني حالات بسبب هذا الموضوع. الطفل كان طبيعي يتعرض إلى مثلا ارتجاج بالدماغ أو نزيف دماغي، هذا الشيء أثر على الطفل، عمل له مشاكل مو بس إنه بصعوبات التعلم، عمل له مشاكل نطقية، صار الطفل عنده فقدان للنطق وإلى آخره. فنحن بنشوف الأم شو صار معها بمرحلة دراسة الحالة، شو صار معنا خلال فترة الحمل الولادة، وما بعد الحمل شو صار مع الطفل. من خلالها بنحاول تشخيص المشكلة أو أسباب المشكلة اللي صارت عند الطفل. طيب يارا، نحن اليوم عم نحكي عن جزئية خلل بمنطقة بالدماغ، اليوم الخلل مو كامل يعني اكيد. طبعا. اليوم نحكي عن خلل بمركز مسؤول عن النطق، عن القراءه، عن العمليات الحسابيه. طبعا. اليوم اذا انا من خلال يعني المعلومات اللي ذكرتيها في خصائص اليوم بيقدر الاخصائي من خلالها انه يقول انه هذا الطفل عنده صعوبات تعلم او لا، واليوم كثير مهم اليوم نحن ندور على هالقصه، خاصه نحن ببدايه عام مدرسي مفروض يكون في معلومات ايضا عند الكادر التدريسي اليوم ليقدروا يلاحظوا اليوم على أكيد. الطلاب الموجودين شو هي أهم الخصائص اليوم المفروض نحن نلاحظها على هذا الطفل؟ تمام. هلا نحن ما فينا نشخص طفل صعوبات التعلم لحتى بالمرحلة الثانية الدراسية. قبل أنت غير قادرة على كشف، لكن في سمات معينة نحن ممكن ننتبه لها. يعني ممكن هذا الطفل يكون عنده مثلا فرط حركة، تمام، بجوز يكون عنده تشتت انتباه، بس بدي ركز على نقطة كثير مهمة. نحن عندنا الأطفال في عندنا سمات للطفولة، يعني أحيانا الأطفال بمرحلة معينة بيكون تشتت الانتباه الموجود عندهم، فرط الحركة الموجود عندهم، سمات معينة هي بتكون طبيعية ضمن التطور الطبيعي والنمائي للطفل. تمام. لكن نحن إذا كان في عندنا أطفال هن عندهم مشاكل، تمام، نحن هون لازم نركز عليهم. أول شيء نحن عندنا ثلاث فئات عمرية، من مرحلة الأربع سنوات، من الأربع سنوات للتسع سنوات، ومن التسع سنوات ومن فوق. هلا أول شغلة من مرحلة الولادة لمرحلة الأربع سنوات، نحن في عنا مثلا خلينا نقول الطفل بهي المرحلة غير قادر على مسك القلم، غير قادر على معرفة الأشكال الهندسية الألوان، غير قادر على ربط بوطه، غير قادر على أنه الطفل مثلا يزر أزرار ملابسه، غير قادر على مثلا يمسك الطباشير يلون. هذول بتلاقوهم عند الطفل الطبيعي، هي السماء هي بتعلم الطفل لحاله، فك وتركيب مثلا ضم خراز، هذول موجودين عند الطفل الطبيعي بصوره طبيعيه وقدران يتعلمهم لحاله. لكن الطفل عنده صعوبات بالتعلم، عنده مشكله بتعلم هاي المهارات الاوليه، يعني مثلا خلينا نقول مسكه القلم. هلا انتم اذا انتبهتوا مسكه القلم اول الطفل بالمرحله الاولى، تمام، انت بيمسك القلم ممكن يمسكه بهي الطريقه. هو بصير يمسك هيك بالمرحله الاولى، خلينا نقول يمكن كل الاطفال اليوم بيشتركوا بهي النقطه، يعني بتحسي كل الاطفال اليوم بيشتركوا بهي النقطه مسكه القلم
هلا في شغله انا عم بحكي بعمر الاربع سنوات، اول شيء كيف يبلش الطفل يمسك القلم؟ هون احنا بحاجه لعمليات دقيقه، يعني اصابعنا هدول في عضلات دقيقه موجوده، هي بتتطور مع التطور النمائي للطفل، لكن احنا بالمرحله الاولى الطفل بيمسك القلم هيك، بعدين ببلش الطفل يمسك يتحكم بعضلاته بشكل اكثر، لكن طفل صعوبات التعلم بيوصل للمرحله الثانيه بالدراسيه بمثلا صف ثاني هو ما مسكه القلم عنده ما ظابطه. ننتقل بعدين للمرحله الثانيه هي من عمر الاربع سنوات للعمر التسع سنوات، هون ببلش الطفل انه هو مثلا نحن في عنا طفل هون بيتعلم القراءه، بيتعلم الكتابه، هون الطفل بسمه طبيعيه لازم الطفل هون مثلا يعرف يقرا، يعرف يكتب، يعرف املائيا، مثلا املائيا انه هو نقل على الغير، في ذاكره بصريه، في ذاكره سمعيه. هون الطفل نحن بنبلش ننتبه انه هو قراءته بطيئه، قراءته سريعه وغير مفهومه، مثلا ممكن الطفل يكون هون بهي المرحله انه هو كمان مثلا خطه مانو طبيعي، مثلا مانو مثل اقرانه، خلينا نقول مثلا كتابته بتلاقوها انه مانع خط واحد، شيء طالع شيء نازل، حروف. بس يمكن هي القصص بدها مراقبه يا رب اليوم لحتى تقدري، انه يعني في اطفال يعني بضلوا اول كم سنه خطهم ما كثير راكز يعني، هلا فمشان ما نوقع بموضوع التعميم بال هلا ليش انا عم اقول لك انه احنا ما بنشخص لبعد المرحله تاعنا الدراسيه، لانه انت احيانا في عندك اطفال مجموعه من السمات بدها تجتمع، ليش نحن قلنا انه نحن اللي بيتم بتشخيص هاي المرحله هن الاخصائيين بهذا المجال، لانه الدكتور نحن مثلا الدكتور ممكن يلاحظ سمات معينه او الاهل يلاحظوا سمات معينه، فنحن في عنا مقاييس معينه، مقاييس نفسيه من اختبار الذكاء لاختبارات متعلقه بصعوبات التعلم، نحن مو مجموعه مثلا سمه واحده ممكن تشخص الطفل انه عنده صعوبات تعلم. يعني اذا كان خطه مو ظابط، في ناس لهلا خطه مو ظابط، تمام، فهذا الشيء مانه اساسي، فانت مجموعه من السمات بدها تجتمع لحتى نشخص انه هذا الطفل عنده صعوبات بالتعلم او لا. تماما يارا، لكن بالمراحل الاولى خلينا نحكي يعني كيف ممكن نفرق بين صعوبات التعلم؟ في طلاب عندهم بطء دراسي او تاخر دراسي او بيقولوا هذا الطفل استيعابه بطيء، كيف نحن بدنا نميز بينه وبين صعوبات التعلم وخصوصا بالمراحل الاولى لانه في احيانا تشابه بين الحالات؟ تمام، هلا نحن كأهل مهمتنا بالمرحلة الأولى إنه نحن نكشف هذا الطفل، نلاحظ إنه شو المشاكل الموجودة عنده. تمام. هلا بطء التعلم وتأخر الدراسة وصعوبات التعلم هذه ثلاث مفاهيم كمبدأ واحد، إنه أنت بتلاقي ممكن هذول الأطفال يتشابهوا، لكن نحن وقت اللي نحن بنجي بالمرحلة الأولى نحن في عنا سمات أساسية، يعني مثلا نحن بمرحلة دراسة الحالة بنعرف إنه نحن هذا الطفل، هلا الفرق بين صعوبات التعلم وتأخر الدراسة نركز على هذول المفهومين الأساسيين. تمام. صعوبات التعلم هو طفل عنده خلل في الجهاز العصبي المركزي هو خلقان مع الطفل، اما التاخر الدراسي هو الدراسي عفوا ناتج عن مشاكل صارت مع الطفل ان كانت جسمانيه او ان كانت ظروف مثلا صارت مع الطفل هي اثرت على عمليه الدراسه، على عمليه الدراسيه او العمليات التعلم صارت مع الطفل، فهون الطفل صار عنده مشاكل، هاي المشاكل هي صارت يعني بعد الطفل مثلا ما صار بالمدرسه صارت عنده هاي المشاكل او صار في عنده انقطاع المرحله التعليميه، فهون الطفل صار عنده تاخر دراسي عن اقرانه، لكن هون السبب مانه جسماني، يعني السبب مانه خلل مثلا في الجهاز العصبي المركزي، اما صعوبات التعلم هي خلل في الجهاز العصبي المركزي، كمان هون نسبه الذكاء هي بتتحدد متأثر هون عنا، يعني نسبة الذكاء عند الأطفال الطبيعيين هي 90% إلى ما فوق، لكن نحن الأطفال اللي عنده صعوبات بالتعلم كمان درجة ذكاء 90% إلى ما فوق، لكن هون بيختلفوا عن الأطفال الطبيعيين مثل ما قلنا بيكون عندهم مشكلة بعمليات التعلم الأساسية. الطفل اللي عنده تأخر دراسي كمان مثل ما قلنا هو طفل طبيعي لكن أثرت عليه الظروف المحيطة فيه، فهون كمان درجة ذكائه من 90% إلى ما فوق، أما الأطفال اللي عندهم بطء بالتعلم فهون درجة ذكائه متدني، هن كمان عندهم بطء بالاستجابة بجميع العمليات الدراسية. يعني نحن قلنا عمليات التعلم هن تقريبا قراءة، كتابة، حساب، إدراك، انتباه، تركيز، هون بنلاقي بجميع المواد الدراسية أو بجميع عمليات التعلم هون في عنا بطء بالاستجابة. طبعا هون درجة ذكائهم من تقريبا 70% إلى 84%. نحن في عنا بالمرحلة الأولى نحن بنقوم بمرحلة دراسة حالة واختبار ذكاء، باختبار الذكاء نحن بنحدد تماما هذا الطفل شو عنده، إن كان صعوبات تعلم، إن كان بطء تعلم، وإن كان تأخر دراسي. طب يا رب خلينا هيك اليوم نستغل الوقت معك، اليوم نحن بحاجة لنتعرف من خلالك على طرق العلاج، اليوم أنتم أخصائيين لكم أساليبكم، لكم طرق خاصة لكل حالة أو لكل صعوبة، اليوم خلينا نحكي بشكل هيك عام عن طرق العلاج، ونحكي أيضا اليوم عن الحالات اللي أثبتت نجاحها بالطرق النفسية. تمام،
هلا نحن وقت اللي بدنا نحكي عن العلاج، نحن في عنا سيستم من العلاج او مراحل من العلاج. هلا الاهم نقطه بدنا نركز عليها انه نحن عنا بالمرحله الاولى لازم هذا الطفل يكون عنا تدخل مبكر له. مو معقوله طفل مثلا تاركينه عنده صعوبات تعلم صار صف سادس سابع ونحن هون بدنا نتدخل، فهون صار نحن عنا مرحله العلاج يعني شوي صعبه علينا. فنحن لازم اول شيء التدخل يكون بفتره مبكره، فجاه بس لاحظنا عند الطفل عنده سمات معينه او شكينا باي شيء فورا نتجه للمراكز والاخصائيين المختصين بهذا المجال. هيك مرحله اولى. المرحله الثانيه انه انا بمرحله العلاج مثلا انا عندي مثلا خلينا نقول الطفل عنده قراءه كتابه حساب، نحن نحاول شوي نبعد عن الطرق التقليديه. نحن متعودين مع الاطفال دائما نستخدم الورقه والقلم، هلا نحن متجهين اكثر للطرق اللي مثلا خلينا نقول التعلم عن طريق اللعب لحتى نقدر نعالج هدول الاطفال. مثلا نحن خلينا نقول في عنا عسر بالكتابه، في عنا مثلا نحن عنا الطرق الهرميه مثلا لتعليم القراءه، في عنا مثلا طريق تلوين الاحرف لتعليم القراءه، في نحن عن طريق الانشطه قدرانين نعلم الطفل القراءه والكتابه. فنحن اهم شيء نحن نلجا للطرق الغير تقليديه، نفكر شوي خارج الصندوق، نحن نبتكر العاب، نحن نبتكر طرق لحتى نحن نساعد الطفل على عمليه التعلم. فنحن بطرق العلاج نحن في عندنا اول شيء مهمتنا نعمل تدخل مبكر، نكتشف الخلل نقاط الضعف نقاط القوه المتواجده عند الطفل، بعدين نتجه الى مثلا وضع الخطه اللي بتساعد على حل المشاكل الموجوده عند الطفل والتقيد من قبل الاهل بهي الخطه. نحن كاخصائيين ما بنقدر لوحدنا نشتغل، نحن بدنا نشتغل مع بالتضامن مع الاهالي. لازم يكون شغلنا مثلا نحن حطينا خطه هي الاهل لازم يلتزموا فيها بالبيت، يعني نحن شغلنا تقريبا خلينا نقول 30% شغل الاهل 70% لانه هن عم يشتغلوا طول الوقت مع الطفل. اذا كان في عندنا مشكله بالقراءه نتساعد مع بعض، اذا كان في عندنا مشكله بالكتابه كمان نتساعد. الالتزام بالخطط، الالتزام بالجلسات خلينا نقول، الالتزام بالمسيرة التعليمية للطفل هي اللي بتساعد على تطور الطفل. أي خلل بهدول الجزئيات هي عم تخلي الطفل يتأخر لورا وعم تأخر بالمرحلة العلاجية للطفل. نحن كتعليم قراءة وكتابة مثلا نحن ممكن ناخذ من فترة 6 شهور لسنة، لكن إذا صار في عنا خلال قطاع في الجلسات عدم الالتزام من قبل الأهل بالخطة اللي نحن حاطينها، هون الطفل عم يوقف عند مرحلة ما عم يتطور. فأهم شيء نحن نلتزم بالخطة ونعطي المعلومات الأساسية للأخصائيين. تماما يا رأي، أكيد الأهل لهم دور كبير، حتى المعلم يعني بالمدرسة كمان له كتير دور مهم طبعا. خلينا نحكي عن دور المعلم، كيف لازم يتعامل مع هذا الطفل؟ هلأ المعلم خليني يكون منصفة لأنهم هلأ أنت عندك طفل عنده مشاكل، فأنت عندك تقريبا أحيانا عم يكون بالصف 30 طالب، أنت كيف ممكن تعطي الأولوية لهذا الطفل إذا كان عنده مشاكل؟ هلأ أول شغلة أنا عم لاحظها واللي هلا كتير عم شوفها أنه نحن عم يتم إقصاء هذا الطفل، أنه بس أنه خليك ساكت أو نحن عم نطلعك لبرا ما عم يتم هذا الطفل أعطاء أولوية. هلأ أول شغلة نحن بس نلاحظ سمات معينة المفروض نتوجه للأخصائيين وننبه الأهل على هذا الموضوع. ثاني نقطة أنه نحن ما نحاول أنه نقول كلمات هي بتأثر على نفسية الطفل، نحاول ندعم الطفل، نحاول نستشير الأخصائي اللي بيكون عم يشتغل مع الطفل جلسات، نتعاون معه بنفس المسيرة اللي هو عم يكون فيها. نحن دائما مثل ما بقول ندعم هاي المسيرة الأكاديمية للطفل لحتى الطفل يتطور أكثر. فنحن مهمتنا كمعلمين أنه نحن ندعم هذا الطفل نفسيا، نحاول حتى لو خلينا نقول 20% 30% نحاول نساعد بتطوير هذا الطفل. يعني مثلا خلينا نقول بموضوع التعبير، إذا الطفل مثلا بدنا نكتب موضوع تعبير نخلي الطفل مثلا يوقف يقول موضوع التعبير حتى لو في عنده أخطاء نساعده فيها نشيك عليها، نحاول ندعم الطفل مثلا هون عم تدعم الطفل نفسيا عم تقوي شخصيته بتزيدي ثقته بنفسه أكيد. اليوم حتى بأخطائه اليوم هو قادر طبعا، بس أنا بدي أكون شوي منصفة، برجع بقول إنه عمليات الدمج اللي نحن عم نقوم فيها أحيانا ما عم تكون منصفة للأطفال، فنحن لازم نقوم بدمج الطفل بطريقة صحيحة، لازم يكون في تعاون بين الأخصائية وبين الأهل وبين المعلم اللي هو عم يشتغل معه هذا هو بالنهاية هذا. اليوم التشويق مهم بحالات صعوبات التعلم كان بين الأخصائي أكيد أو أكيد. الطبيب اليوم هيك المعلومات كتير مهمة، ودائما نحن رح نكون هيك معكم لنضوي أكثر، ودائما نحن بنقول للأهل هذا الطفل هو نعمة، خلوه دائما بالضوء ومهما كانت حالته اليوم ما في داعي نحن نخبي كرمال المجتمع اللي حوالينا. شكرا يا رأى لحضورك وصباحك حلو على طول. شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية.